يلا شوف خش على الحسمه فضل. قول بسم الله بس قول بسم الله بسم الله. كرامي بيعيط في ايه مالك؟ ايه هتعمل ايه؟ لا ده حوار تاني. ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اطلع اشارككم معايا اللحظه ديت، وحبيت ان انا اطلع احكي لكم اللي حصل معايا. انا حامل يا جماعه، فحبيت ان انا اطلع الاول اقول لكم. انا والله العظيم لسه ما قلتش لاكرامي، قلت ان انا هنا طبعا عند احمد حسن وزينب، وانتوا عارفين ربنا يدي اي حد لسه ما مخلفش. عايز اقول لكم هو هيبقى حمل، ده طفل تالت، لسه محمد عنده 9 شهور. مش عارفه ده حصل ازاي والله العظيم، بس طبعا نعمه من عند ربنا الحمد لله. هاجل الموضوع دوت لما اروح البيت هقول له انا حامل وكده، وهاجل نزول الفيديو برده لما اكرامي يعرف. شكرا لكم على اي حاجه حلوه، شكرا للناس اللي بتبعت لي على الانستجرام. وجت اللحظه الحاسمه اللي هقول فيها لاكرامي على الخبر اللي انا حكيت لكم عليه دلوقتي. انا بصيت من البلكونه لقيته جه بيركن العربيه وطالع. اول ما هيدخل هقعده، طبعا هو ما يعرفش اي حاجه والله لغايه دلوقتي. يلا بقى عشان نبدا واوريكم كل اليوم بتفاصيله وكل حاجه، بكل اللي اكرامي هيعمله ورد فعله. هتبقوا معايا. انا فرحانه جدا، عندي 3 نونو انا جدا. يلا بينا اكرم وهو طالع. يلا بينا. الاسانسير وقف، كرامي هيفتح الباب وانا متاكده. انا مش عارفه هو هيعمل ايه والله، عصبي كلها سايبه، مش عارفه رد فعله ايه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. عامله في ايه؟ تعالى اقول لك. ايه في ايه؟ في ايه؟ عايز افهم. في ايه؟ تعالى بس على الناس الاول. هلعبك لعبه حلوه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين وحشتونا جدا من امبارح، وعايز اشكركم امبارح جدا على الفيديو بتاع احمد حسن اللي احنا عملناه امبارح هناك عنده. وصل النهارده 90,000 في حد ذاته بعد سنه شغل. انا مبسوط جدا. حاجه حلوه طبعا. في ايه بقى؟ كمان مبروك على المليون. الف مبروك. بقى يا جماعه النهارده مليون على الانستجرام. والله عملوها الرجاله. على فكره ده الفانز بتاعي، انا طلعت امبارح ستوري قلت لهم وصلوا اكرام المليون. هتقول لك بقى الفانز بتاعي وتعيشها وهي اصلا مش فاهمه ايه اللي فيه. لا ما عنديش غير 40,000 اساسا. تعالى بقى لعبك لعبه حلوه جدا. استنى بس افتح الباب ثواني. ايوه قديم. مبروك على المليون يا قديم. اوبا بدات لكم الغي. لا سؤال بس، هو حفله مليون يعني رقم واحد؟ ايوه. ايه رقم 3 الواحد؟ ما هو ال 3 مليون عشان يبقوا 3 مليون ان شاء الله وبنكبر لك. طيب يعني حفله المليون انا موافق ومبسوط جدا. تعالى بقى ايه العبك لعبه حلوه جدا والله. يلا طب انت اللي جايبك والله. تعالى مصطفى العب معايا. جاي العب معايا. يلا بص قدامك 4 ورقات اهو، 1 2 3 4، دول 4 ورقات. تمام. اختار لي بقى منهم ورقه ورقه. يلا ماشي. كبالك فيهم حاجات هتجاوب عليهم بصراحه. يلا اتفضل. مكتوب فيها ايه؟ لو عندك عربيه فراري هتعمل ايه فينا؟ اقسم بالله هعمل لك انت هو بلوك. اقسم بالله انا وانت بلوك يعني. بص وحاجه ثانيه كمان، مش هقعد معاك اصلا. يا نهار اسود. العربيه فراري بس ماشي، مش هستغنى عنها طبعا. انت بالعربيه يا اسراء دي، انت 22 بتاعتك. كنت لسه هقول لك. يلا ادي اول ورقه اللي بعده. ايه؟ لو تختار تتجوز تاني. طبعا ما ينفعش، مش هيحصل والله العظيم. لو هتجوز تاني انا كنت عايز اقول لك اصلا من بدري، بس انا مش عارف يعني افاجئك ازاي ان انا اتجوز تاني. ده ان شاء الله. ده بموتك كله. عنده مش حلول. فاضل لك 2. ده بموته. اتفضل. فاضل لك 2. اتفضل. خلينا من الاهل مش من اليمين. اتفضل. لو عندك مليون جنيه هتعمل فيهم ايه؟ يا نهار ازرق. ايه هتعمل ايه؟ لا ده حوار تاني. على فكره مليون جنيه مش في الورقه. انا بسالك لو عندك مليون جنيه ايه اللي هيحصل؟ كان زماني دلوقتي قاعد في كشري التحرير خاربها. طموحاتك بطيئه قوي. طموحاتك بطيئه قوي. قوم شوف الرقم اللي راح. يلا عايز افهم يعني ايه سر اللعبه؟ بس يلا شوف. خش على الحاسمه. اتفضل. قول بسم الله بس. قول بسم الله. بسم الله. لو بقيت اب تاني. ايوه. يا لا قصدي يعني لو انا معلش كتبتها غلط. لو بقى عندك طفل تالت. طفل تالت. لو عندك طفل تالت؟ الرقم ده. اللي هو رقم 3. هو الفكره ان انا في الطفل الاولاني اصلا اللي هو محمد يعني ربنا يخليه لنا، انا اصلا ما بنامش. محمد لسه صغير وهو حاجه حلوه بتاعت ربنا، بس يعني اكيد طبعا يعني لما يجي وقتها ربنا يحلها فانا مبسوط. طب مبسوط يعني؟ اكيد وقتها ربنا يحلها يعني. لا هو وقتها انت مبسوط؟ مبسوط بايه؟ مبسوط بالطفل التالت؟ لو في طفل تالت ان شاء الله. ها؟ ما تقول يلا بس. طب مش نازله قلت ده. والله كل حاجه يعني نعمه ربنا حلوه عمر حد يرفضها، ودي نعمه. لما يجي وقتها ابقى فرحان اكيد. لا لا وقتها دلوقتي. هو دلوقتي وقتها لو ما انا بعمل فيا. والله خدت على الكلام ده خالص. مش هتنفع والله ابدا. انا مش فاهمكم، انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا بجد؟ هقول له ايه؟ طيب يعني اجيب لك المصحف احلف لك عليه بقول لك والله انا حامل. ايه بقى بتهزري؟ والله بهزر. طب نحلك بثلاثة. محمد شعري اللي بيض. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ شعري مش عارف بجد يا باشا. هنروح لاسبوع اسود. يلا يا باشا. انت بتتكلم بجد؟ والله ما بيتكلم في حاجه زي دي اللي زوري. ايوه 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 والله الحمد لله. في ايه
ابقى مصدوم ليه كده؟ عارف ليه هو عايزني كده؟ انت شايل على الكلام ده؟ انت في بيت تالت فعلا عند اسراء؟ طب يا لهوي يا ناس قلبي اهدى فوفو اهدى هديه. انا بتكلم بجد يعني السر في الرقم ده ان في بيتالي؟ والله امال هتجيب 3 مليون دلوقتي؟ انا هتجيب 3 مليون دلوقتي حالا. ليه كام مليون يا ليه؟ كده؟ لا بس كده؟ هوبا سمعنا يا هديه. ايوه هوبا. طب اقسم بالله فرحان كسر على دماغي. اقسم بالله لا والله العظيم فرحان بجد. والله العظيم مش عارف بس مقلب. والله انا مقلب عشان احط عليك مقلب. والله العظيم مقلب. والله انا بهزر معاك في ايه مالك؟ بص بص قلبه يا نهار ازرق قلبه بيجري يا ابني مش هو الحامل. ليه؟ الحمد لله بس نفس الوقت اللي هو ايه يعني هو احنا بتاعت ربنا يعني احنا عاملين احتياطاتنا المفروض بس بتاع ربنا ان ده حصل ولا عرقت. فبصوا يا جماعه هيكون في صندوق تبرعات الفتره اللي جايه لاكرامي اللي هو ازاي. لا كل الطفل بيجي برزقه على فكره والله العظيم يعني سبحان الله. احنا كان معانا 128 في فريده جبنا عربيه احدث في محمد يعني كل واحد والله اي حد بيبقى شايل هم الاطفال اللي جايه لا الطفل بيجي برزقه جدا يعني وكمان رزق البنات بيبقى اكتر من رزق الولاد. لو بنت هنسميها ايه؟ ميلا. كنا احنا هنسميه اسم ميلا. هو جير خاله او لعمه. بص يا باشا هنسميه مصطفى على اسمي لو ولد. لو بنت نسميها بسنت. ليه بسنت؟ مش عارف بس انا قلت اسم بسنت ده فاهمين بحب الاسم. كرامي بيعيط في ايه ملك؟ ملك لا اله الا الله في اكرم لا اله الا الله. بقولك بيعيط هو بيموت. طب بتعيط يا اسطى دي فرحه دي ولا زعل؟ مش عارف انت فرحان ولا زعلان يعني. هو كده شايل هم الديون اللي عليه فاهم. هو كده مش هياكل معاه لا قرض ولا برد. هو كده محتاج له عمليه. محتاج تسرق يا كرامي. والله مبسوط والله العظيم فرحان ومبسوط جدا يا جماعه. مفاجاه بالنسبه لي حلوه قوي وبيخليني كده مش قادر يعني اتمالك لان الموضوع بدك يعني بالنسبه لي مفاجاه اللي هو مش محسوب. ربنا يا رب يرضى الناس كلها ويدي كل الناس اللي بتتمناه وانا فرحان مش قادر اكتم. وانا محتاج عروسه يا جماعه والنبي. طالما بقى خراب خراب استنوني الفيديو اللي جاي عامل اسراء مفاجاه كبيره جدا ومش هقول لك عليها بس انتوا كمان لو عايزين تشوفوا المفاجاه الجايه وصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك وقولوا لي يا اكرامي هاجر نزل مفاجاتك. وانا مبسوط النهارده جدا بعيلتي اللي هتكبر اكتر واكتر. انا نفسي يبقى عندي كمان واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشرين معايا طبعا المفروض الدنيا كلها اول حاجه في حياتي كلها. ايوه جديده وانا مبسوط. ولو عايزين تعرفوا ايه المفاجاه اللي جايه في الفيديو اللي جاي وصلوا الفيديو ده 5000 لايك واكتبوا في الكومنتات نزل اكرام الفيديو الجديد وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا لكم اهم حاجه الجرس. لو عايزين تشوفوا عيلتنا من هنا ورايح وعايزين نقول لنا فيلم هتوحشونا جدا. سلام.